مساء الخير على حضراتكم. المصريين دمهم خفيف زي الفل، بيستلموا الحدث من هنا ويخشوا على طول في هاشتاج، واللي ما يعرفش كلمة هاشتاج يعني حاجة كده أشبه بأن في مكان أو صفحة على الفيسبوك بتخش تقول فيها رأيك بصراحة. اتعمل كده هاشتاج اسمه قطر بنت كده نقط نقط، دخل المصريين بقى اللي يقول لك الأطفال بتوع قطر لما يجوا يلعبوا استغماية، الأطفال بيستخبوا في البحرين، قطر قررت تجيب طيارات زي مصر من فرنسا بس قابلتها مشكلة هتبيتها فين، وهكذا. النهاردة أنا عايزين نعرف يا أخوانا إيه سر العداء الشديد لقطر، من قطر للدولة المصرية. إحنا عملنا فيهم إيه بالمناسبة؟ يعني أنا عايز أقول لكم، كان في لما حمد الشيخ حمد اللي هو أبو تميم حاليا على طول ادى كتف لابوه ومسك الحكم، فقطر كانت هتشهر افلاسها، محتاجه 3 مليار دولار. تخيلوا حمد ده اول ما مسك الحكم استنجد بمين؟ استنجد بمصر. ولا لو سمحتي ابعتوا لنا اي مرسال لابويا اللي انا اديته كتف لفوق واديته سويسرا يدي لنا بس 2 مليار هنشهر افلاسها. ومصر عملت الواجب، تخيلوا ده دور مصر مع قطر. ايه سر العداء الكبير ده؟ ده ولا اسرائيل يا راجل، ده احنا مسلمين يا اخي زي بعض، ده احنا عرب زي بعض، ده احنا ده احنا ده احنا. المهم النهارده مخصصنا الفقره الاولى في برنامجكم مساء الخير عن اللي بتعمله قطر مع مصر، وعشان نفهم هو في ايه يا اخوانا، يعني هذه الدويله الصغيره ليه بتعمل كده. خلينا النهارده ننوع عن هذه الفقره اللي شرفني فيها الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ العزب الطيب الطاهر. وهذا الصحفي الكبير أمضى في قطر ما يقرب من حوالي ربع قرن، يجي بقى يحكي لنا الموضوع وسر هذا العداء، ويبقى في مداخلات تليفونية من بعض الشخصيات معنا. أيضا في الفقرة الرئيسية الثانية هيشرفني الكاتب والأديب الكبير والمبدع الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، وهنتكلم عن دور المثقفين النهاردة ازاي يتعاملوا مع الدولة المصرية في ظل هذه الأزمة. حوار ممتع جدا انتظروه بيني وبين الروائي المبدع إبراهيم عبد المجيد. عايز انوه ان في الفقرة الطبية النهاردة هيشرفني الدكتور وليد النحاس استاذ جراحة الأورام بطب المنصورة ونائب رئيس معهد أورام المنصورة، وهذه الفقرة الطبية اليومية متاحة امام حضراتكم للتواصل عبر الهاتف. طب ده النهاردة، بكرة في لقائنا الأسبوعي اللي هيصبح ثابت بإذن الله هيشرفنا الدكتور عمرو خالد، وهنتكلم بكرة عن إيه اللي حصل لأخلاق المصريين، وتحديدا إن إحنا بقينا بنزعق ثقافة الزعيق اللي يعلو صوته النهاردة هو اللي يأكل الجو. ده بكرة، بس خلينا خير بداية لحلقة اليوم النهاردة في مساء الخير. معايا على التليفون معالي السيد رئيس الوزراء مهندس ابراهيم محلب اللي لسه كان النهارده في البحر الاحمر وربما هو في الطريق الى القاهره. مساء الفل سيدي رئيس الوزراء. مساء الخير يا فندم، ازاي الصحه؟ والف حمد لله على السلامه. رجعت القاهره ولا لسه في الطريق؟ لسه واصل حالا. انا مش هزعج حضرتك بس عاوز اعرف تفاصيل رحله حضرتك النهارده البحر الاحمر. والله هو حضرتك كان الاساس هو متابعه مشروعات اللي هي بتربط البحر الاحمر باسرائيل سواء في إنا او في سوهاج. نعم. ودي مشروعات كبيره، واحد 180 كيلو والثاني 140 كيلو، مشروعات الحقيقه عملاقه يعني. نعم. لكن هو يعني ان المشروعات دي تخلص في سنه هو ده التحدي الكبير. نعم. التحدي الثاني انها تلتزم بمعايير الجوده وفعلا تكون نقله حضاريه، نقله نوعيه وحضاريه في مستوى الطرق. نعم. التحدي الثالث خلق جيل من الشباب يقود هذه المشروعات وينفذ هذه المشروعات على اعلى مستوى، وتدريبه في سواء في طريقه التنفيذ واستخدام المعدات الجديده او في اداره المشروع نفسه. نعم. لان طبعا
الحقيقة يعني ما رأيته اليوم يعني فعلا انضباط والتزام وجودة عالية جدا، وقبل كده وكده إصرار متحدي. يعني كل النهاردة وإحنا بنراجع وقعدنا طبعا مع رؤساء الشركات وعدد كبير من الشركات، 6 شركات شغالة، ثم بقى قعدنا مع المهندسين الشباب، التحدي والإصرار هو ده اللي طمن الواحد إن فعلا إن شاء الله بالإضافة إلى متابعة دقيقة ومدققة للبرنامج الزمني، مسكنا برنامج إن شاء الله هذه المشروعات بإذن الله يعني هيتم تنفيذها في موعدها وبالجودة اللي فعلا جودة تعتبر زي ما بقول لسعادتك نقلة كبيرة جدا في مستوى الطرف. اسمح لي أكلم حضرتك عن أهم حاجة تنتظرها مصر الآن، مؤتمر شرم الشيخ. حضراتكم بعتوا كام دعوة؟ عدد الوفود اللي مفروض تأتي للمؤتمر اللي تأكد حضورهم؟ إيه أهم المشروعات اللي الحكومة المصرية تنوي عرضها على المستثمرين في مؤتمر شرم الشيخ؟ أنا عايز أطمن حضرتك إن في محاور معينة. أول حاجة إحنا فعلا قررنا أو على الانتهاء فعلا من قانون الاستثمار. وده ان شاء الله يعني في انت عارف حضرتك هو خد وقته لانه كان هناك نوع من مراجعات مع سواء على المستوى القانوني سواء على المستوى الحوار مع اصحاب المصالح كمستثمرين او مع الاجهزه الحكوميه. والحقيقه الحمد لله يعني تقريبا انتهى وفي التشطيب الاخير في القانون. ودي هتبقى نقلة كبيرة جدا، وطبعا القانون بالقوانين المرتبطة بيه اللي هي فعلا بتدي نوع من رؤية واضحة للمستثمر وهو جاي يستثمر في مصر. نعم. ايه هي حوافز الاستثمار، ايه هي التسهيلات، ايه هو الضمان في حالة حدوث نزاع، كيف يخرج من نشاط وكيف ينهي النشاط. الحقيقة يعني الشبه الواحد كيف يتم تخصيص الاراضي. الحقيقه قانون يعني ان شاء الله يكون فعلا. طيب كلمني عن الدعوات لو سمحت يا باشمهندس، يعني قول لي كده فرحنا، كم دوله هتشارك، كم مستثمر؟ والله يا فندم احنا حتى هذه اللحظه يعني ما لا يقل عن يعني 20 دوله كبار اكدوا حضورهم. 20 دوله كبيره. نعم. ابرزهم يعني ابرزهم طبعا الاخوه في الخليج كلهم جايين، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحده، يعني كلها، روسيا، الصين، كلها دول يعني ليها استثمارات في الخارج. يعني عدد كبير من الشركات، انا ما اقدرش حضرتك يعني اعدادهم بالضبط، ولكن انا باكدهم لحضرتك انها يعني اكثر من مئات الشركات. مئات الشركات يعني. نعم. ولكن الجميل بقى ان فعلا النهارده في مشروعات ابتدينا نوقع يعني بالاحرف الاولى النوايا انها يتم توقيعها في المؤتمر. زي ايه يا باشمهندس؟ يعني حضرتك في مشروعات الطاقه. نعم. في مشروعين كبار، كل مشروع 2000 ميجا، دول ان شاء الله هيتم توقيعهم في المؤتمر باذن الله. واحد في حدود 2.5 مليار دولار والتاني في حدود 2 مليار دولار. ده غير المشروع الروسي. ده غير المشروع الروسي. نعم. ده في مشروعات ايضا، في مثلا مشروع زي ايربورت، يعني احنا النهارده من المشروعات اللي هتكون مطروحه اللي هي منطقه المطار بكل المشروعات اللي فيها من مناطق لوجستيه، من مناطق تجاريه، من مناطق سياحية. ده مشروع مهم جدا. أنا عايز أولا اسمح لي أحيي الحكومة المصرية على الموقع اللي حضراتكم عملتوه على الإنترنت بخصوص المؤتمر، بصراحة يعني حاجة تفرحنا ونفتخر بيها كمصريين. احنا عارضينه على الشاشة وحضرتك بتتكلم. الحمد لله يا فندم، هو كل واحد بذل أكبر جهد ممكن من عاملين في الوزارات المعنية، من الوزراء، كلنا اشتغلنا. وبعدين احنا يعني ننتظر واحنا واثقين من الاعلام المصري انه هيكون خير عون لنا لتسويق هذا المؤتمر، لان هذا المؤتمر يعني محطة مهمة جدا لانطلاق الترويج للاستثمار المصري. والاعلام المصري الوطني الحر داعم طبعا لحكومتنا ولدولتنا اكيد يعني. بس عايز اخد حضرتك لما حضرتك بتتكلم دول الخليج هتشارك،
هل قطر ستشارك؟ يعني حضرتك ما لم تحدد وجهتها حتى هذه اللحظة. لم تحدد، يعني ما حددتش هم جايين ولا لا. احنا طبعا يعني احنا بنعتبر ان الاستثمار والاقتصاد يعني بنرحب باي حد طبعا يجي بلدنا. تعرف شعب مصر ده شعب، يعني هل الحكومة المصرية بعتت دعوة لقطر؟ يعني انا اظن في دعوة راحت للمؤسسات المؤسسات نعم في قطاع الاستثمار يعني. نعم يعني المؤسسات ما فيش مشكلة، لأنه لا توجد عداوة بيننا وبين الشعب القطري. يعني احنا فيش عداوة بيننا وبين أي حد، دايما احنا مصر بلد محبة للسلام، وده اللي احنا عاوزين نأكد عليه من خلال حضرتك. لا حضرتك احنا ما فيش أي نوع من، دايما مصر حضرتك عمرها ما بتبدأ بالعداوة. شعب مصر أصلا كمان شعب سمح ومتسامح وقلبه كبير إلى أقصى درجة من الدرجة. طب آخر حاجة، ماذا ستفعلون مع أولادنا العائدون من ليبيا؟ شوف حضرتك طبعا على كل المحاور وتعليمات سيادة الرئيس واضحة للإعداد الحقيقة، استقبال هؤلاء بحيث أنهم فعلا يجوا في يصلوا في جو من الأمن والأمان. أولا بالنسبة لأولادنا في اللي هم جايين بالطريق الجوي عن طريق تونس، هناك تواصل مع الحكومة التونسية، هناك وحدة قنصلية في جربة مكونة من 10 أفراد. نعم. بالإدارة القنصلية سافروا وموجودين. هناك جسر جوي حتى هذه اللحظة، يعني في أي وقت مع على طول، ما فيش أي نوع من التزاحم في تونس الآن لغاية الوقت تقريبا 190. بنحاول النهاردة أيضا مع الحكومة التونسية أن تفتح حدودها للمصريين على أساس اللي عايز يجي يرجع بسرعة جدا نبعث طيران مجانا. يعني حضرتك مفروض انه حسب الظروف، لكن طبعا لو هو معوش تذكرة بينقل مجانا. حتى هذه اللحظة كلهم نقلوا، لكن طبعا يعني هي النقطة ان دي خطوط تجارية، ولكن طبعا ساعة الازمة كلنا بنقف مع بعض وكلنا بنقف مع شعبنا، وما حدش بيفكر التذكرة ولا الكلام ده، لكن المهم الناس نضمن سلامة اولادنا. بالنسبة للبري السلوم الحقيقة كل حضرتك هتلاقي الجوازات والبنسية موجودة هناك بأعداد غفيرة من الضباط. في نفس الوقت في حضرتك وحدات صحية موجودة هناك، عدد كبير من الأطباء أرسلناه في نفس الوقت. ألو سمع حضرتك. نقدر نقول مش هتبقى عارف لغاية الأسبوع اللي فات اللي جاه من السلوم تقريبا 10,000 واحد. نعم. امبارح جاء 2,435 واحد من السلوم. نعم. كان في مشكلة بقى استجلال أولادنا التاكسيات. نعم. ورفعوا من الأجور ارتفاع شديد. استغلوا الموقف. يعني احنا بقى حضرتك في أكثر من 25 باص من غرب الدلتا موجودين تحت الطلب لأبنائنا بحيث ان ما يجراش اي نوع من التكدس وينقلوا ولادنا بدون اي استجلال، ومستعدين حسب الظروف نبعت اتوبيسات اكتر. الانتظار ما بيزيدش ابدا اكتر من 6 ساعات، وان شاء الله كمان يقل. الحقيقة يعني وجود الوحدة الصحية، وجود الاتوبيسات، وجود الإدارة المحلية ممثلة في المحافظة، الداخلية، الخارجية. نعم. كل ده الحقيقة بيدي نوع من الأمن والأمان لأولادنا، لأنهم جايين بلدهم وبلدهم تحتضنهم في وقت الأزمة. طب اسمح لي بس عايز أرجعك، قول لي الدورة هيرجع ولا مش هيرجع؟ أنا صراحة يعني يرجع، بس لازم يرجع في جو من الأمن والأمان، ولازم يعني قدامه قد إيه يا باشمهندس؟ والله هو تقييم دائم، يعني ان شاء الله هيناقش هذا الموضوع الاسبوع القادم في مجلس الوزراء. وطبعا احنا حاطين اول حاجه نوع من ان احنا بنوازن عوده الدوري، وان شاء الله هيرجع، وايضا ضمان برضو سلامه اللاعبين وسلامه. يعني لا نيه لالغاء الدوري هذا العام؟ لا 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 ان شاء الله لا نيه اطلاق الدوري، بس لازم تكون كل
يعني حضرتك مقومات ان فعلا يكون دوري ما فيهوش اي بقى نوع من نعم اللي انت شفته قبل كده يعني. نعم. فلازم يكون الامن والامان عنصر هام وهيرجع بدون جمهور. ده مؤكد يعني. الا اريد ان اثقل على حضرتك وحضرتك لسه راجع من مشوار طويل. انا بشكر حضرتك. انا بشكر حضرتك بس برضو عايز اضيف حاجة. اتفضل. بالنسبة لابنائنا العاملين في ليبيا. نعم. لما رجعوا ودي كلها مهن حرفية اغلبها. الزراعة والنجارة. النجارة والحدادة والنقاشة والكهرباء الحمد لله وزارة القوى العاملة الحمد لله توصلت الى هم يلحقوا في اعمال اتصلنا بعدد كبير من شركات القطاع الخاص وشركات المقاولات وان شاء الله سيجدوا مكان عمل باذن الله بعد عودتهم لبلدهم سالمين امنين باذن الله. انا بشكر حضرتك معالي رئيس الوزراء وعايز اشكرك باسم مصريين كتير على تعامل حضراتكم كحكومه مع اولادنا اللي رجعوا من ليبيا. ال 1200 جنيه اللي صرفتوهم لاسره كل شهيد، ال 100,000 جنيه والعلاج حسب وفق التأمين الصحي والتعليم المجاني لكل أبناء الشهداء. هو حضرتك مش 1200 هو معاش شهيد أكتر من 1500 ألف. وده أقل حاجة نقدر نعملها للشهداء. نعم. والأهم طبعا أن يبقى في شغل ليهم وده اللي عملته وزيرة القوى العاملة. تمام يا فندم. ربنا يقويك حضرتك أنت والحكومة وكان الله في عونكم. شكرا يا فندم. بشكرك السيد رئيس الوزراء مهندس ابراهيم محلب كان معنا دقائق. عايز اكد على كم نقطه مهمه قال السيد رئيس الوزراء. النقطه الاولى فيما يتعلق بمؤتمر شرم الشيخ، اكثر من 20 دوله كبرى ستشارك في المؤتمر، الولايات المتحده، فرنسا، ايطاليا، الصين، روسيا وكل دول الخليج. فيما يتعلق بقطر، الحكومة المصرية وجهت دعوة للمؤسسات الاستثمارية أو المؤسسات الاقتصادية، يعني القطاع الخاص القطري، وده طبيعي لأن احنا مفيش مشكلة بيننا وبين أي مستثمر أجنبي أيا كان جنسيته ولا أي مواطن قطري، الخلاف مع الإدارة السياسية الحاكمة في قطر، دي نقطة مهمة جدا. فيما يتعلق بالدور المصري، السيد رئيس الوزراء أكد على عودة الدور المصري بدون جمهور ولكن تحديد الموعد يرجع بقى الاسبوع الجاي اللي بعده، ده في انتظار الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. دي اخبار مهمه جدا لجميع العاملين في الرياضه لان الدوري يا اخوانا والكوره في مصر صناعه واقتصاد وفتحه بيوت ناس كتيره، ولكن العوده هتكون بدون جمهور. فيما يتعلق بالمصريين العائدين من ليبيا، مصر تسير طائرات لاولادنا اللي راجعين من ليبيا اللي مش معاهم فلوس هيركبوا مجانا، ولكن السيد رئيس الوزراء اشار الى نقطه بصراحه محزنه. انت كسواق تاكسي في مرسى مطروح ما انت قاعد اساسا مش لاقي شغل، يعني تستغل الغلبان اللي جاي من ليبيا اللي مش لاقي ياكل ده وحالته بلا وصعب تستغله يا راجل اتقي الله، يعني احنا في ايه ولا في ايه يعني. لكن اتمنى يعني من سواقين التاكسيات في مرسى مطروح يراعوا الله يعني. انا بشكر طبعا السيد رئيس الوزراء اللي كان حريص على ان يشاركنا في بدايه الحلقه النهارده ويقول لنا عدد من الاخبار السر. علشان كده عايز اقول لكم حاجه، الواحد بصراحه بقى بيغيب ايام اجازه البرنامج يرجع يلاقي الدنيا متلخبطه وفي احداث كتيره لازم نتكلم عنها. ولازم بصراحه ابدا بالكلام عن ولادنا المصريين العائدين من ليبيا زي السيد رئيس الوزراء ما قال. وهتلاقوا في صوره اتمنى من الشباب يعرضوها على حضراتكم على الشاشه لاشكال المصريين اللي راجعين من ليبيا. هتلاقوا وهي معاكم على الهواء، شوفوا دقاقوا في الوجوه هتلاقوا منتهى البؤس والشقاء. هتلاقي المواطن المصري اللي راجع بشنطة دايبة بمرتبة بتاعته كان بينام عليها ودي اللي حيلته من الدنيا، وكمان ملابسهم صعبة قوي بتأكد على مستوى الحال اللي وصلوا ليه وهم كانوا في ليبيا. كل واحد من دول، كل مواطن حضرتك شايفه قدامك على الشاشة، عايز اقول ده اخويا واخوك، ده ابني وابنك، مش كلنا شركاء يا اخوانا في الوطن ده. طيب هل المعنى ده انه دول ولادنا واخواتنا وصل لحضرتك؟ طيب ما هو لو وصل لحضرتك يبقى لازم كمصريين النهاردة نتكاتف ونحل كلنا مع بعض مشاكل العائدين من ليبيا. اخوانا في اكتر من مليون ومصري شغال في ليبيا، شوف وعايزك ترجع تاني وتشوف وشوش المصريين الغلابة اللي راجعين من ليبيا، هتلاقي الهموم باينة على وش كل واحد فيهم. ليه؟ لانه شايل هم الشغل لما يرجع، وكل واحد منهم بيقول لنفسه
هو لو كان في شغل في قريتي ولا في بلدنا كنت سافرت من اصله. طب هعمل ايه دلوقتي لما ارجع القريه اللي انا جاي منها؟ هاكل العيال منين وام العيال؟ طب هسدد ديوني منين؟ طب انا في ليبيا كنت بشتغل وببعت اللي بقدر عليه لمراتي والولاد، ولو كنت مت كنت ارتحت. عاوز اقول لحضراتكم الكلام اللي بقوله ده والله ده لسان حال كل مصري عائد النهارده من ليبيا، وعلشان كده انا حبيت ان انا اكون او انقل لكم صوت الناس دي، ولازم اعبر عنه. ولو الحكومه المصريه عاوزه المليون مصري اللي في ليبيا يرجعوا مصر، يبقى اكيد هم هيشوفوا ولادنا في ليبيا هيشوفوا اداء الحكومه ايه مع اللي رجعوا، وهيشوفوا اداء الشعب، وبناء عليه هيقرروا يرجعوا ولا لا. يعني هل هيتم توفير وظائف واهتمام باولادنا؟ طب احنا عملنا ايه حكومه وشعب؟ طبعا مع تقديرنا لحاله الحزن اللي اصابت كل المصريين المخلصين الوطنيين بعد قتل ولادنا بليبيا، ومع احترامنا لسفر السيد رئيس الوزراء وبعض الشخصيات العامه لتعزيه اهالي الضحايا ثم عوده الجميع الى زحام العمل والعاصمه، ومع تقديري لانشاء كنيسه باسم الضحايا، مع احترامي وتقديري الشديد لكل ده، لكن قناعتي ان العزاء الحقيقي لتلك الاسر البائسه الفقيره يبدا باننا نعمل مصنع بل مصانع في بلدهم يشتغلوا فيها، يشتغل فيها اولاد شهداء الغدر حتى لا يلقوا مصير ابائهم لما يكبروا. اصل انت لو ما عملتش المصانع دي يبقى ما تلومش بقى الفقير لما يروح جهنم ذات نفسها. ما اقدرش وانا واقف هنا باسم الموضوعيه والامانه الا ان انا اشكر الحكومه زي ما شكرت مهندس ابراهيم محل اللي صرف التعويضات لاسر الشهداء في المنيا، وكمان صرف معاه الشهري لا يقل عن 1500 جنيه لاسره كل شهيد، لاسره كل شهيد وعلاج اسر الشهداء في التامين الصحي. ده جميل ومطلوب، بس احنا مش عاوزين نديهم السمكه وخلاص، لازم نديهم الصناره، والصناره هي هنا هو عمل استثمارات في القرى والمدن الفقيره حتى لا يسافر ابناء هذه القرى لدول النار. كلامي صح ولا غلط يا اخوانا؟ عشان كده لازم نتعاون جميعا لحل هذه المشكله، وفي المقدمه رجال الاعمال. مش كل حاجه الدوله والحكومه هنلاقيها منين ولا منين، لازم كل مستثمر يخصص جزء من استثماراته ويوجهها للصعيد يا اخوانا. طيب خليني بقى اخد حضراتكم من الداخل ومشاكل ولادنا العائدين من ليبيا، ونشوف ايه اللي حصل بره حدودنا في الكام يوم اللي فاتوا اللي احنا غبنا فيهم عنكم بعد الضربه الجويه المصريه، لان الضربه دي كشفت لنا عن مين اللي معانا ومين اللي ضدنا، وبصراحه ومن الاخر. وزي ما قال النهارده كاتبنا الصحفي الاستاذ محمد البرغوث الصديق العزيز في جريده الوطن، قال جمله مهمه قوي، قال ان علينا كمصريين اننا نحسب بالدقه الشديده مين اللي معانا في السر والعلن، وكمان مين اللي معانا في السر وعلينا في العلن، ومين اللي معانا في العلن وعلينا في السر، ومين ضدنا سرا وعلانيا. الكلام ده مهم. احنا النهارده بعد الضربه الجويه اللي قام بيها نسورنا في القوات الجويه وصلنا لمرحله الفرز الحقيقي، وفعلا الضربه الجويه ضد داعش الارهابيه في ليبيا كشفت لنا بعض اللي كان مخفي عننا. وارجو من صانع القرار في مصر ان يدرس بعنايه ردود افعال كل الدول العربيه بعد الضربه الجويه. مين اللي اصدر بيانات مسانده لمصر؟ ومين اللي عمل ودن من طين وودن من عجين؟ طيب مصر قررت انها مش هتحارب الارهاب في ليبيا واللي بيهدد امنها القومي لوحدها، وطلبت مصر من دول العالم مطلبين عاقلين والله. اسمعوا معايا، مصر في مجلس الامن طلبت ايه؟ الاول تسليح الجيش الليبي لانهم عاملين حظر على تسليحه، ودي حاجه غريبه برضه. المطلب الثاني مصر طلبت تشكيل تحالف دولي لضرب داعش ليبيا زي التحالف اللي عملته امريكا ضد داعش العراق. تخيلوا المطلبين العاقلين دول. فوجئنا بان بعض الدول العربيه تحفظت بعد انعقاد مجلس الامن لمناقشه الطلب المصري. هنا كمان لازم اشكر الامارات والسعوديه والكويت على دعمهم الدائم لمصر. مصر النهارده لازم تفرز المواقف العربيه والدوليه، ولازم نعرف مين اللي معانا ومين اللي ضدنا. عشان كده عاوز من حضراتكم تشاركوني وتجاوبوني، مصر تعمل ايه مع قطر؟ هل شايفين نقطع العلاقه معاهم؟ في عداء شديد يا اخوانا دلوقتي، ولا نسيب الباب موارب؟ وده راي الشارع، اما الدوله اكيد ليها حساباتها. مش عايز احمل الدوله، الدوله تفكر زي ما هي عايزه، بس لازم اعبر عن راي الناس. رايكم ايه في شكل العلاقه مع قطر؟ وايضا في النص ما تنساش
نقترح على المستثمرين، ولو حضرتك بالصعيد قول لكل مستثمر مصري لو جالك الصعيد عاوزه يستثمر في ايه. كلموني من اي تليفون محمول على 137، من اي تليفون ارضي على 0909900، ومعايا صديقه البرنامج الدائمه مدام علياء من المنوفيه. اتفضلي مدام علياء. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. اولا انا بشكرك على المقدمه الجميله اللي انت اشدت فيها بالحكومه وبادائها. اشكرك. بس انا ليا تعقيب بسيط. اتفضلي. انا ابني نازل من ليبيا بقاله 3 سنين. هو يعني كويس انه ما ماتش ولا يا ريته كان مات؟ لا مؤاخذه يعني. صح. بعد الشر عليه طبعا. اللي ماتوا والله يرحمه. لا ربنا يخليه لحضرتك. حاجه تانية بقى. المهندس ابراهيم محلب احنا حاولنا اللجوء للوزاره، انا عن نفسي اتصلت بامانه مجلس الوزراء وردوا عليا وادوني خط ساخن وقالوا لي ايه، المهم طلع الخط الساخن ايه اي كلام. وصلنا لحد هناك ويا جماعه ده المهندس قايل ان بابي مفتوح لاي حد. يرد عليا استاذ محمد بمستوى الاستهتار وان احنا يعني بشر من الدرجه العشرة، ده شو اعلامي. طب ازاي انا دلوقتي عايزه اقابل وزير التضامن الاجتماعي، ابني راح حضرتك بتقول له رجال اعمال، رجال اعمال مين يا استاذ محمد؟ ده خبط على جميع الابواب، كل واحد فاتح محل فاتح اي حاجه يقول له انا عندي صناعيه انا عندي بدلك. والله العظيم انا بقالي. طب هو شغال دلوقتي ولا قاعد في البيت؟ قاعد في البيت. طب هو خريج ايه؟ جاي مصاب، جاي مصاب. طب خريج ايه؟ خريج ايه يا استاذ محمد؟ هو دبلوم زراعه. طيب. وكان واشتغل احترف مهنه فني تصليح دش رسيفر الكلام ده كله، وراح ليبيا وعمل محل هناك قعد 5 سنين متواصله. طب اسمحي لي ان انا على الهواء قاعدك ان انا اتواصل مع مجلس الوزراء صباحا، حضرتك مدام علياء سيبي تليفونك وهجيب لك الرد بكره، ماشي؟ اللي بايدي ده اقدر اعمله، ويا رب اجيب لك خبر كويس. استاذ ابراهيم من المعادي، اتفضل يا استاذ ابراهيم. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه يا فندم؟ الله يخليك، انا سعيد بمداخلتك يا استاذ ابراهيم. ربنا يخليك يا فندم، وانت بتوحشنا والله العظيم، والله الله يخليك. انت بتوحشنا كتير. انا ليا تعليق، ليا تعليق بسيط على على موضوع بتاع رجال الاعمال دي. اتفضل. تمام؟ بس لو سمحت لي يعني اديني فرصه والنبي. حاضر. عشان انا يعني على قدي معلش. حاضر. ربنا يخليك. رجال الاعمال لما السيد الرئيس السيسي دعا الفنزويلا تحيا مصر، ما فيش حد الا قليلا جدا قليلا جدا من رجال الاعمال هم اللي دفعوا لصندوق تحيا مصر بس. وشكرا ليك يا فندم. اشكرك. محمد مدينه نصر، اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. هتتكلم عن قطر ولا ولادنا العائدين من ليبيا؟ والله انا هتكلم في الاثنين، بس انا يعني بشكرك على الـ على الـ على الحوار اللي مع المهندس ابراهيم محلب ده، حوار شيق وممتع وجالس لك صدورنا عامه، ان انت بتبقى صوت الشارع المصري يعني. الله يخليك يا حبيبي. بالنسبه لقطر انا شايف ان الخلاف خلاف وجهات النظر السياسيه، نبعد تماما عن هذا الموضوع ونخلينا كرجال اعمال كمستثمرين كافاده للشعبين، الشعب المصري والشعب القطري. اما الخلاف ما بين وجهات النظر المختلفه في السياسه، اعتقد ان الشعب المصري ما يهموش نقطه يهمنا التواصل بالمؤسسات هنا وهنا. بالنسبه لاخواننا في ليبيا، يجب على كل رجل اعمال له المقدره والقدره ان يستوعب اكبر عدد من عائدين من ليبيا يبقى كتر خيره. ليه بس حاجه اخيره حضرتك، نداء لمعالي وزير الداخليه، انا حضرتك مجهود جبار في الوزاره، ونحن كنا بنامل ان الامن يعود الى مصر بصوره كبيره ورجع فعلا، ولكن هناك قطاع في وزاره الداخليه يجب مراجعته ومحاسبته، الا وهو اداره المرور في مصر، الاداره العامه للمرور في مصر او قطاع المرور في مصر. بعض الناس بيسيئوا ليه اساءه بالغه. حصل معايا موقف النهارده في جزء من الثانيه، ان سحبت رخصتي عشان خاطر التحدث في المحمول، وده انا مش ضد ان انا اتعاقب او ان انا اتغرم، ولكن لما اتغرمت قال لي روح ادفع في مرور معين، مش هذكر اسمه عشان اروح اجيب رخصتي بكره ولا حاجه. رحت حضرتك من الساعه 2 ل 6 مساء كعب داير على جميع نقاط المرور عشان ادفع المخالفه بتاعت المحمول عشان خاطر استرد الرخصه بتاعتي. نداء الى معالي وزير الداخليه، قطاع المرور يحتاج الى وقفه من سيادته. شكرا لك. اشكرك. احمد من القاهره. استاذ احمد، احمد شكله فصل ولا ايه يا اولاد؟
السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ ازاي حضرتك استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ انا معاك يا حبيبي، اتفضل. انا احمد القمار، عندي شركات وموجود، وكنت رايح اقدم ورقي في الانتخابات من 4 ايام. نعم. اول ما حصلت الحادثه قلت انا مش هشتغل في السياسه وهكبر شغلي الاقتصادي وهعمل مصنع للعائد من ليبيا. وانا عندي استعداد وانا عندي على الهوى ان انا اعمل مصنع في الصعيد، في اي منطقه صناعيه، في المنيا، في اسيوط، في سوهاج، وعندي من الارض واعمل مصنع واشغل فيه العائدين من ليبيا فقط، ومرتب مجزي جدا. طب ايه المشكله عندك؟ انا مش لاقي، انا بلف بقالي 3 شهور في العمر وفي العاشر على 10,000 متر جزائي اعمل فيهم المصنع، ما فيش في الجهاز. طب القرعه، قدمنا في القرعه. يعني انت عايز ارض اللي هي الاراضي الصناعيه؟ ارض صناعيه في انهي محافظه؟ صناعية. علشان بكره هيشرفني ان شاء الله نائب وزير الاسكان ونوجه له السؤال. انا مصانع في الاليوبيه، واحنا بنقول احنا عندنا خطط زي الدول الاوروبيه اللي شغاله. هتلاقي كل الدنيا بتعمل ايه؟ المحافظه فيها مصانع بتلم ولادها. احنا النهارده بنروح نودي المصانع اللي في العاشر، ساعتين الصبح الفل بتروح وساعتين ترجع. حاضر حاضر. طب ما نعمل في الاليوبيه منطقه صناعيه، حتى لو في مناطق زراعيه، فاداني الارض بيشتغل فيه 5، لو اتعمل فيه مصنع بيشتغل فيه 1000. يبقى احنا حلينا المشكله. بس حضرتك موافق تعمل مشروع لاولادنا في الصعيد او لاستثمارات؟ انا عايز حته ارض هعمل فيها مصنع للعائدين من ليبيا فقط. حاضر حاضر. رقم تليفوني عند حضرتك. حاضر يا شباب، تليفون الاستاذ احمد. وبكره معانا ان شاء الله مساعد وزير الاسكان مهندس خالد عباس، متحدثا على المشروع الكبير اللي الوزاره اعلنت عنده النهارده اسمه 1 اكتوبر، والاستثمارات فيه 150 مليار جنيه، وهنعرض عليه مشكله الارض الصناعيه. معايا الصديق الدائم عبد الفتاح من القاهره، اتفضل. مساء الخير يا وش الخير. ازاي عمال اضحك لك من الصبح؟ والله وحشنا 4 ايام دول زي 4 سنين. يا رب ما وحشكوش على طول يعني. انا شدتني كلمات حضرتك الجميله الرقيقه للمتصل ابراهيم لما بتقول له انت متصل جيد. انا عايز اقول لحضرتك ان ابراهيم ده يا استاذ محمد اعجاز. قول لي ليه بقى اعجاز؟ ابراهيم ما دخلش المدرسه خالص وعنده اعاقه ذهنيه، واتعلم القرايه والكتابه في 4 شهور، واخد الشهاده مختومه بختم النسر رسمي. وانا يشرفنا كلنا اهالي كوتسيكا لو استضفته على الهوا يقرا قدامك. معاق ذهنيا، ما دخلش المدرسه، يعني خد بالك من الجزئتين دول، ما دخلش مدرسه نهائي، اتعلم القرايه بالاصرار في 4 اشهر. دي حاجه بالنسبه لابراهيم، ويشرفنا حضرتك لو استضفته والله. حاضر حاضر. يعني دي انا سعيد بيه انه متواصل ومتفاعل معايا. المهم احنا مش عايزين قطر سياسيا او قياديا مش هنصالحها، لكن احنا في ناس لينا عمال هناك، خليهم موجودين ياكلوا عيش. بالنسبه لمشروعات الصعيد برضو بسرعه يا فندم، مفروض يعملوا مشروعات من اهل البيئه، ان كان في القصب هناك يعملوا مصانع سكر، ان كان المونيوم، مصانع يعني كل حاجه. ويا رب ما توحشنا دايما بابتسامتك الجميله يا استاذ محمد. اشكرك. اسامه من الشرقيه. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ اسامه. انا بحضرتك يا استاذ محمد. طبعا والله انا طبعا الاستاذ عبد الفتاح تطرق للنقطه اللي انا كنت هتكلم فيها، وهي ان احنا برضو لازم نكون واعيين ومدركين جدا ان احنا عندنا عدد كبير من العماله المصريه في قطر. مش عايزين باي حال من الاحوال ان خلافنا السياسي مع النظام الحاكم في قطر ياثر على العماله المصريه اللي في ليبيا. ده وضع وده وضع تاني خالص، ده خلاف سياسي، مش عايزين يتعدى للمرحله دي. النقطه الثانيه اللي احب اتكلم فيها يا استاذ محمد، انه الصعيد فعلا كجزء من مصر، مش احنا ما كنا يعني المفروض ما ننتظرش ان تحصل حادثه في ليبيا علشان نعمل تنميه او مصانع للناس العائدين من ليبيا. انا شايف ان الصعيد، صعيد مصر تحديدا، هم مش وظلم على مدار سنوات عديده، فكان يعني من باب اولى ان احنا فعلا نقوم بعمليه تنميه واسعه. وانا يعني فاكر طبعا الدكتور عادل لبيب كان عمل في محافظه قنا، كان ليه تجربه رائده في المحافظه، فاتمنى ان ده يعمم على الصعيد كله. اخر نقطه يا استاذ محمد بعد اذنك في دقيقه واحده، انا بقول ان الجيش المصري قدره من اول ما انشئ من العصر الفرعوني في
على مدار التاريخ كله كان قادر ان هو يواجه الاعداء على حدود مصر الشرقيه او على الحدود الغربيه، وكان بيحافظ على الامن القومي مش لمصر بس، للمنطقه كلها، من اول التاريخ الفرعوني مرورا بعد كده بالفتح الاسلامي. يا فندم جيش مصر يعني في عصر صلاح الدين الايوبي هو اللي خاض معركه حطين ودرأ الخطر الصليبي، جيش مصر في 73 هو اللي حارب نيابه عن العرب جميعا وحطم اسطوره اسرائيل. في العصر الفرعوني لو رجعنا نفسه كان خاض معركه قادش يا فندم والحيثيين، يعني الجيش المصري كتب لي في العصر الحديث برضه مره ثانيه اهو في عهد الرئيس السيسي ان هو يخلص العالم الاسلامي من تنظيم داعش اللي هو بينتسب خطأ وزورا وبهتانا على الاسلام. فان شاء الله الجيش في هذا العصر هو اللي هيخلص مصر من مغول وصليبيين هذا الزمان ان شاء الله. اشكرك اخذ علي من علي منين يا شباب؟ استاذ علي البحيره. ايوه باش اتفضل يا حبيبي. ازيك يا محمد محمد؟ اهلا بيك يا حبيبي. والله انت احسن واحد شفناه قدام مننا في التلفزيون قسما بالله. الله يخليك الله يخليك محمد. انا جاي من ليبيا من شهر 11. نعم. ورجعت تاني ما عرفتش اوصل ليبيا تاني. وانا قطع حداد. نعم. طب وطي التلفزيون عشان اعرف اتكلم مع حضرتك. بتاع لحام قطع حداد ومجاول. طيب السيد رئيس الوزراء كان معايا وبيقول ان وزاره القوى العامله اعلنت عن عشرات مئات او مئات فرص العمل. هل ده وصلت لك؟ هل انت تواصلت مع الوزاره؟ انا سامع حضرتك دلوقتي وعلى انت قلته قدام رئيس الوزراء. نعم ماشي. انا يا يدونا قرض يا يشغلوني. انا مجاول وعملت سجل تجاري ماشي وعملت اوراق ماشي. عاوز مساعده، عاوز اللي يشغلونا بس. انا بقالي 15 سنه في ليبيا وما عملتش اي فلوس. لا عملت حته ارضيه وبنيت فيها مكان بيت لعيالي. عاوز يشتغل بس. عايز قرض يعني. عاوز قرض يدوني قرض يدوني شغل مباني انشاءات اي شغل يدهوني. حضرتك عندك كم سنه؟ انا عندي 47 سنه. تقدر تاخد قرض من الصندوق الاجتماعي للتنميه، تقدر تعدي على مدام سهى سليمان في 12 شارع مصدق وانا هكلمها وتاخد القرض. انت قطعت بس انت سامعني دلوقتي. عدي على صندوق الاجتماعي للتنميه في شارع مصدق في الدقي وانا هدي لها اسمك. انت قلت لي بس علي من البحيره بس هيبان من البطاقه، وعلى الاقل تسهل لك الاجراءات. اخد العقيد اسامه قطب من اوسنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل. اهلا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اتفضل. انا بحييك جدا 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 استاذ محمد بصراحه، لان اول واحد شفاني في تحليل الضربه الجويه اللي عملها جيشنا على ليبيا وعلى اعداء الوطن بصراحه اهالي المنوفيه بالكامل. بتحييك على تحليلك. العفو. في العشر دقائق الشافين اللي ما شفتهمش مع اي محلل حتى استراتيجي بصراحه. العفو العفو العفو. الله يخليك. انت كده هتخلينا بقى يعني لا بصراحة بصراحة والله أسلكت قلوبنا ويعني اديت تحليل بصراحة. احنا كنا مسرحين. ده واجبك يا إعلامي. ده واجبك. كنا نتمنى انك تقعد ساعة بصراحة. يعني أنا متابع التلفزيون في اليومين دول ما شفتش حد اداني التحليل المبسط اللي أنت اديتهولنا وريحتنا. أشكرك أشكرك. ليا نقطة تانية. اتفضل. أنا تعبان. أنا طبعا راجل ضابط متقاعد من القوات المسلحة. نعم. وتفرغت للعمل الخدمي بقالي دلوقتي سنتين. نعم. وربنا انعم علينا ببعض الحاجات الخيريه. انا من قريه اسمها عرب الرمل. نعم. عملنا الحمد لله بفضل ربنا كذا مشروع خيري ومشاريع حلوه خدميه للبلد. احنا ولا بتوع محليات ولا بتوع انتخابات ولا بتوع الكلام ده، هو حاجه طالعه من المنبع، لكن ما بنلاقيش مساعده مع القيادات التنفيذيه نهائي نهائي نهائي. لدرجه انا بروح لرئيس المدينه بتاعنا في اوستا اقول له اديني الجليدر انا اصرف عليه وكل حاجه جهازه وبنزينه ونصلح القريه، ولا حد بيسال. اروح لسياده المحافظ الدكتور احمد شيرين قبل كده ولا في فايده. مدرسه متخصصه يا استاذ محمد من سنه 2000 من الابنيه القريه فيها عجز في المدارس اكثر من 60 فصل، والورق موجود معايا من الابنيه لهيئه الابنيه. وبعد ما تخصص المدرسه
يوقفوا ترخيصها 10 ارتفاعات. الارتفاعات اللي بيتكلموا عليها 9 متر، واحنا بينا ويقولوا المخطط الاستراتيجي احنا يعتبر ابن مدينة الوسطى. الارتفاعات في مدينة الوسطى 15 متر، الكارثة من ضمن الكوارث. انا قبلها في الاتجاه القبلي المفروض رايح لاتجاه المطار ابقى 9 متر. طب بعد اذن حضرتك في محافظ جديد استلم في المنوفية، ما قادرين نتواصل معاه. نفسي دكتور هشام وتقدر تروح له. نفسي سيادة الرئيس، هذا من ضمن الحاجات. انا 100 موال في نفس الموضوع كده استاذ محمد. نعم. احنا همدنا وبننفق فلوس، مش عاوز اقول لحضرتك اقسم بالله في خلال السنتين دول جهود ذاتية اكتر من 200,000 جنيه. احنا عاوزين حد يشجعنا، حد يساعدنا، مش عاوزين حاجة من البلد. انا نفسي سيادة الرئيس يعمل اجتماع موسع للسادة المحافظين، للسادة وكلاء الوزارة، للسادة رؤساء المدن، لو في استاد القاهرة، ويشرح للناس دي تحسها وضع البلد. الراجل ماشي في اتجاه وهم ماشيين في اتجاه تاني، هم بيعجزوه. انا لما يبقى عندي رئيس مدينة لما اكتب في الجرايد على كاسح ومية بتتدمر في قرية في اليوم الواحد، اتنشر في جورنال الاهرام والاخبار، ورئيس المدينة ما بينه وما بين القرية 3 كيلو، ما يفكرش ينزل القرية يا استاذ محمد؟ نعم. ما يفكرش ينزل القرية؟ مشروع صرف صحي المفروض ينتهي من سنتين، وخطيبة السيد وزير الاسكان وخطيبة السيد رئيس معالي رئيس الوزراء، والخطابات عندي المفروض مشروع 30/6 اللي فات 2014، شوية يجي لي خطابات تانية اللي انتهى 30/3/2015. بالعمل القائم اللي داين ده يا استاذ محمد مش هقول لك ولا 5 سنين جاية عالم عجزة. طيب اسمح لي بس لاني لازم اطلع فاصل. حضرتك بتبعت الشكوى مباشرة للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، وان في تقصير من اداء مسؤولين عند حضرتك، وللأسف مش في محافظة المنوفية فقط بل في محافظات كتيرة. اتمنى من ان صوت حضرتك يكون واصل للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء. اخر تليفون عماد من الغربية، اتفضل. استاذ عماد، طيب خلينا ننوه ان احنا معانا بعد الفاصل في الفقرة الاولى ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ العزب الطيب الطاهر، هنفتح ملف قطر. ليه قطر شديدة العداء لمصر بالشكل ده؟ ضيف الكريم اقام في قطر وعمل بها ككاتب صحفي ومراسل اكتر من 25 سنة. خلينا نقعد ونسمع ونشوف ونحلل ايه سر العداء القطري لمصر. العلاج الطبيعي واحد من أهم المهن الطبية التي لا تقل أهمية عن مثيلاتها من المجالات الطبية، بل هي أصبحت علاج فعال لأمراض كثيرة. اشتهرت بعلاج العظام والمفاصل إلى أن وصلت إلى علاج أمراض النساء وحتى شلل الأطفال. العلاج الطبيعي في جمهورية مصر العربية بيحتل المركز الثالث بعد أمريكا وكندا في اللوائح التعليمية في الكليات، واحنا بنحاول دايما نحافظ على المستوى ده. عشان كده مع التحديث المستمر في مهنة العلاج الطبيعي واستحداث وسائل جديدة وزيادة ساعات الدراسة في اللوائح العالمية، اضطرينا في كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة وهي الكلية الأم ان احنا نطور اللوائح التعليمية لمرحلة البكالوريوس وحتى في الدراسات العليا، فزودنا عدد المواد وعدد ساعات الدراسة واستحدثنا اجزاء جديدة كانت نقصانة، وبالتالي اصبح عدد سنوات الدراسة كانت سنة عدد سنوات الدراسة في كلية العلاج الطبيعي 5 سنوات، 4 سنين دراسية وسنة الامتياز، فاضطرينا ان احنا نزود سنة 5، فبقوا عدد سنوات الدراسة 5 سنين وسنة امتياز بقوا من الاجمالي 6 سنوات دراسة عشان نقدر نواكب التطور العالمي في مهنة العلاج الطبيعي. احنا بنعمل ابحاث في الكلية، كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، في مختلف الفروع منها الاطفال، فقسم الاطفال بيعمل عدد كبير من الرسائل الماجستير والدكتوراه، وكلها بتبقى موضوعات جديدة بتضيف للوسائل بتاعه العلاج الطبيعي في علاج الاطفال. والمصريين قد ايه دلوقتي بيخضعوا للعلاج الطبيعي؟ يعني اذا كانت عملناها نسبه وتناسب، يعني مصر اعتقد دلوقتي 90 مليون تقريبا، مش اقل من 2 او 3 مليون بيخضعوا للعلاج الطبيعي. فهم المريض نفسه العلاج الطبيعي في تزايد وفي تنامي باستمرار يعني.
العديد من الامراض مرتبطه بالعلاج الطبيعي. من اول ما الطفل ما بيتولد في امراض وراثيه بتكون موجوده بيحتاج فيها الطفل علاج طبيعي. اثناء النمو الطفل ده ممكن يحصل له اصابه او يحصل فيه، فاذا الاصابات بتحتاج علاج طبيعي. احيانا بيحصل فيه مشاكل في الاعصاب او بيحصل فيه مثلا ضغط الدم بيرتفع، بيحصل فيه جلطات موجوده، بيحصل فيه نزيف في المخ بيؤدي الى تاثر ودمور في الخلايا العصبيه، فبيحتاج الى علاج طبيعي. الفهم الخاطئ في مصر للعلاج الطبيعي باعتقادهم انه عباره عن تدليك او تمرينات فقط، لكن في الحقيقه هو وسيله امنه لمساعده المريض في استعاده وظائفه الطبيعيه بدون استخدام اي مواد طبيه او عقاقير قد تسيء من حاله المريض الصحيه. سهى رضا، برنامج مساء الخير.